انا ام من امهات بتاع مليليا، اولادنا اللي في مليليا عندهم فوق العام ونص. تعديوا باسبوراتهم من المغرب لمليليا اسبانيا، تعديوا باسبوراتهم، خدوا باسبوراتهم، عملوا لهم البصمه، عملوا لهم فيشه، فهمت؟ على اساس شهر شهر ونص من بعد 3 شهور يتعديوا لمدريد. ما راعنا توا فوق العام ونص وليداتنا غاديكا جميع الجنسيات تعدى الى التوانسه. الطريق هذا يبدا يظهر في سنه 2018 لاحظنا وصول اكثر من 300 تونسي عبر هذه الطريق، ثم اخذ الزخم نتاعه اكثر سنه 2019. سنه 2019 اكثر من 1200 تونسي وصلوا الى اسبانيا عبر معبر مليلة تحديدا. انا ودي 3 مرات يقدم على الفيزا ياخذوك 500,000 وعد ورجعوا له الفيزي 3 مرات. ولدي ليتا ولدو ماخ ولدي ماخ الميدالية البرونزية بتاع تونس مع الترجي في اللي ما ولدي عنده شوفروا، ولدي عنده بيروتيك انفورماتي. ثم اختلاف شوي نوعا ما بين المهاجرين للمبادوزا واللي يمشوا لمليلة. مليلة هي معبر بري، معبر بري بمعنى الخطورة اللي موجودة في البحر ماهيش نفسها. هذاك علاش في البروفيل تلقى برشا نساء، برشا أطفال، برشا حتى كبار في السن. واللي يمشوا لمليلة هما أغلبهم الناس اللي نسموهم نحن ضحايا سياسات التشديد في الفيزا، لأنه أغلبهم كحكينا معهم أغلبهم قدموا إجراءات تاع فيزا. لكن مليلة واللمبادوزا تم تشابه كبير في أساليب التعامل. اللمبادوزا هو احتجاز، تقريبا أنت محتجز في جزيرة، وهذا أنت محتجز في جيب ترابي يتبع لإسبانيا. نحكيه على حرية التنقل والحق لكل إنسان أنه يختار مكان إقامته ومقر إقامته. أنت مسكر على الناس التأشيرات. اليوم نسمع لي من جانفي 2020 وشبابنا محتجز، لقى روحه محتجز لمدة تناهز العام وأكثر. فين؟ هم يقولوا مراكز إيواء، ولكن مراكز الإيواء نعرفوا جميعا أنه فيها شروط. مراكز الإيواء ما يلزمكش تسلب لي حريتي لأني أنا مانيش مجرم، لأني أنا ما فلش خطر، بالتالي حريتي تبقى معناها قرينة البراءة هي اللي عندها أولوية، هي اللي تطغى، وما تنجم تحد لي من حريتي إلا بمقتضى حكم قضائي. به الأولاد اليوم ما همش محكومين، وكي تجاوزوا الحدود بطريقة غير قانونية ينجموا يقوموا بإجراءات ترحيلهم تبقى القانون الإسباني اللي هذا ما صارش. بالتالي لا هو في سجن ولا هو في مركز إيواء، هذا جاء في وضعية البين بين، وهذه مخالفة الحقيقة ترتكب فيها الدولة الإسبانية لمقتضيات الفصل 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللي يقول لك معناها لا يمكن سلب حرية أي شخص إلا بمقتضى حكم قضائي. القضاء وحده هو اللي يسلب الحرية. أنت كإدارة كدولة كجهاز ما عندكش الحق. ضرب جوا، هذا أول ضحية طاح، ضرب جوا في أول نهار. محمد تسمع فيا محمد. هذوما أخويا يحبوا يضربونا مقرفين نحن بالسيف، يحبونا نرجعوا ناكلوا، يحبون العمل كيفهم كل شيء. بس عملوا احتجاجات وعندها برشا من قبل الكوفيد الأولانية مع جميع جنسياتها. مراعنا كانت التوانسة مساكن يدخلوا لهم على النوم يهزوهم يعتقلوهم. طبعا عندنا فوق 35 واحد في الحبس غديفة، الاخرين ما تعداوش 35 واحد غديفة ما نعرفوش شنو التهم. المهاجرين هذوما موجودين في ظروف صعيبة برشا، المخيم خاصة أثناء أزمة كوفيد وصل طاقة استيعابه أكثر من 3 مرات، طاقة استيعابه في خيام بلاستيكية في ظروف تنعدم فيها ربما الحد الأدنى اللي يحفظ الكرامة الإنسانية للمهاجرين، في عدم وجود خدمات صحية، وخاصة نعرفوا أن إسبانيا كانت من أكثر الدول اللي شهدت موجة كبيرة لهذا الوباء، وحتى الجهاز الصحي متاعها معناها اشتد اضطرابات كبيرة. في الفترة هذيك كانوا المهاجرين يتكدسوا في هذا المركز. احنا الرئاسة عملنا مطالب، مشينا وزير الخارجية عملنا له المطالب، مشينا السيد المشيشي عملنا له المطالب. نحن صرفنا وعام ونص ولادنا غاديكا تعبين، شافوا اللي عمرهم ما شافوه، وبعد تقول رجعهم بنا حق باش ترجعهم انت وقت القانونية بعد 8 شهور تعطيها اوراق وتصيب وزي تعطيها اوراق، فهمتني؟ بعد تقول لي نحب نرجعهم بنا نفسية عايش ودي باش يجيهم، باش محضر لهم انت هنا باش تجيبهم، عندك مواطن شغل
الجانب التونسي للأسف ما تماش حتى شفافية في مسار النقاشات اللي صايرة حاليا مع الجانب الإسباني، ولو أنه الجانب التونسي هو تعاونا تاما في التعرف على هوية هؤلاء، بمعنى اليوم المهاجرين اللي يوصلوا غادي معناها تأخذ المعطيات الشخصية متاعهم، تأخذ البصمات متاعهم، تجي هنا لوزارة الداخلية التونسية يقعد تعرف عليهم ويتأكد أنه هؤلاء تونسيين. إذن هو ثم تعاون أمني مكثف بين تونس وإسبانيا في التعرف على الهوية. قد الإشكالية هو في الترحيل، وهذا يخضع لقرار سياسي ولاتفاق سياسي بين البلدين. بالنسبة لنا أيضا نعتقد وكأنه تونس تحسن في شروط التفاوض كعادتها، معناها في مثل هذه الوضعيات وتحاول تحصل في المقابل، ما عندهاش إشكالية معناها عمليا أنها ترحل قصرين وتساهم في هذا الترحيل، لكن تحب تحصل على مساعدات مالية أو مساعدات لوجستية أو مساعدات تدريب وغيرها من أشكال المساعدات. ونعتقد هذه هو اللي كان محور الزيارة الأخيرة نتاع وزير الداخلية الإسباني لتونس. شبابنا كليه البحر، شبابنا كليه الحوت اللي باغ كونتر نحنا ما نجموش ناكلوه، الحوت غالي علينا. انا فار اكزامبل ولدي غدوة كي يرجع باش نقاوم بطار باش يرجع لي بنا نفسيه خيو مشى يعمل في كور مشى للعذاب.